السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحب بكم في القناة ديالكم وأهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم يعني لي بات على شكل حلزون بحال هكا، كتجي بحال هكا، غادي نديروها بحال هكا إن شاء الله، وغادي بواحد الشكل جيد جدا إن شاء الله. أول حاجة غادي نشوفوا المقادير. عندنا هنا واحد 800 غرام ديال لاباط على حسب العائله ديالكم. كاين دي باكي كيتباعوا فيهم 500 غرام، الانسان غادي يشري على حسب العائله ديالو الكميه اللي كتطلبها العائله ان شاء الله. امين. واحد شويه ديال الطوم، خصنا واحد جوج معالق كبار ديال لاصوص طوماط. هاد لاصوص طوماط كونسونطري ناخذوا شي ماركه زوينه، كاينين دي مارك فيها وكاينين ماركات اللي مذاق ديالهم مزيان. هنا عندنا فورس ابيض، الفورس الابيض غادي خصنا واحد 200 غرام. عندنا هنا زبده باش نصوبوا لها بشاميل. غادي خصنا معلقه ديال الملحه، ما غاديش نديروها كامله، وشويه ديال الزعتر، معلقه ما عامراش ديال الزعتر. غادي نديروا لاباط ديالنا بعد ما درنا الماء ديالنا طاب. غادي نديروا لاباط ديالنا في الماء ديجا طايب باش يعني ما تطولش معنا، وما نحاولوش نفرتوها، دائما كنحاولوا نديروها صاينه باش تبقى لينا صاينه ان شاء الله زوينه في المنظر ديالها. كتشوفوا لاباط ديالنا كنديروا الزبده او الزيت او زيت الزيتون او زيت طبيعي نباتيه، والملحه ضروري. علاش كنديروا هذاك الزيت او ديك الزبده او سميتو؟ باش لاباط ديالنا ما تلصقش، ما خصناش تلصق لينا، خصها تجي يعني مفرقه مع بعضياتها، ما يجيوش المرسوات لاصقين مع بعضياتهم. ودائما كنديروا ما سخون، دائما كنحاولوا نديروا ما سخون ان شاء الله هكا باش كلشي يجي تغطى وباش طيب. ما غاديش تفوت الوقت المده ديال الطياب ديالها 15 دقيقه تقريبا الا كان الماء طايب، ملي نحطوها تجي شاده راسها وما تجيش قاصحه، تجي طايبه وتجي شاده راسها. باش نذوبوها نديروا لها الزعتر منذ البدايه، نديروا لها الزعتر، نديروا لها الملحه، نديوها ان شاء الله حتى تذوب الزبده، عاد نضيفوا لها الفرص، عاد ان شاء الله نطلعوا هاد البشاميل ديالنا بالحليب بطبيعه الحال. الزبده ديالنا مع الملحه والزعتر، غادي نضيفوا ان شاء الله الفرص ونخلطوا، نبداو نزيدوا ان شاء الله الحليب. هادو خصهم يتخلطو مزيان. غادي نجيب واحد يعني طراب يدوي ان شاء الله نخلطو ونبداو نضيفو الحليب. هاد لابشيمال ما خصهاش تكون قاصحة، خصها تكون جارية، ما تكونش قاصحة ابدا. دائما كنضيفوا الحليب ملي كيتجمع كيتعصد، كنضيفوا الحليب وان شاء الله قريب نضيفوا الكميه الاخيره ونضيفوا عليه مطيشه. مطيشه كنضيفوها في المرحله الاخيره ان شاء الله. هاد لاصوص طوماط نديروه فوق العافيه شويه حتى يتجمع شويه. هذه هي يعني لاباط ديالنا بعد ما طيبناها على شكل شرائط ودرنا لها الزبده في الماء ودرنا لها الملحه. نقدروا نديروا لها مازال شويه الزبده ملي طيب. هنا غادي ان شاء الله نخلطوا معها الطون، غادي ناخذوا الطون ديالنا نفرتوه مزيان بحال هكا، خصو يتخلط مزيان معها قبل ما نديرو ديك لاصوص ان شاء الله. خلطو هاد الطون ديالنا هكا مع هاد لا، غادي نصوبو الطبق ديالنا هكا هكا ان شاء الله. الطبق ديالنا غادي يجي رائع. Thank you.
غادي نحاولوا ان شاء الله نضيفوا هاد ديالنا هي. نقدروا نعطيوها معها، نقدروا نديروها فوق منها بحال هكا. نخويها غير من الفوق بحال هكا ونخليوها تنزل معها، ماشي مشكل. نديرو شويه ديال البهارات ديال لي سلاط بحال هكا، هاكا رائع ان شاء الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو الطبق الرائع ديالنا، الرائع رائع. ينبط بلا بيشاميل روج بحال هكا، بلا صوص طوماط، يعني لا بيشاميل بلا صوص طوماط، كتجي هائله. هاد لا ديكوراسيون ديال لي زيرف ديال المنكهات ديال لي سلاط كتجي معها رائعه ان شاء الله، مع الطون ان شاء الله لداخل. نتمنى منكم تجربوها، غادي تعجبكم 100% باذن الله. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.